بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين في الأعداد المركبة لبكالوريا 2013 شعبة علوم تجريبية رقم 2، لأن رقم 1 موجود على القناة في اليوتيوب. كما أنصح شعبة الرياضيات وشعبة التقني الرياضي بمتابعة الحل. إذا قال لي ننطلق على بركة الله. قال نعتبر في مجموعة الأعداد سي المعادلة أ ذات المجهول التالي، اللي هو مجهول زاد، هي معادلة من الدرجة الثانية. قال السؤال، قال تحقق أن العدد، ماذا أبنائي؟ العدد اللي هو ناقص 2 ناقص 3 اي أنه حل المعادلة. ما معنى حل المعادلة أبنائي؟ معناه نأتي بهذه القيمة يا أبنائي ونعوضها هنا ونعوضها هنا، فنجد ماذا؟ فنجد الصفر بهذه البساطة المطلقة. تعالوا نعوض، أصبحنا ناقص 2 ناقص 3 اي الكل مربع زائد 4 في ناقص 2 ناقص 3 اي زائد 13، نريد أن نبرهن على أنها تساوي الصفر. هذا الجداء الشهير ما هو؟ يقول أحدكم يا أستاذ نقول إنه الجداء الشهير رقم 1. لماذا؟ لأن ناقص نستخرج هكذا 2 زائد 3 اي الكل هكذا مربع، استخرجت هذا الناقص، لكن هنا بما أنه مربع فتصبح هنا زائد، هكذا حتى تكون الأمور جد واضحة. يصبح الجداء الشهير ما هو؟ الجداء الشهير رقم 1. إذا هذه احذروا منها. يصبح لنا مربع الأول، عفوا مربع الأول اللي هو 4 زائد مربع الثاني اللي هو كم؟ يصبح لنا 9 إي مربع، والإي مربع يجعلها ناقص، يصبح لنا ناقص 9، لاحظوا، زائد ضعف الجداء، هذا في هذا كم؟ يساوي لنا 6 في الضعف يساوي لنا زائد 12 اي، ثم عندنا في هذا ناقص 8، وهذا في هذا أصبح لنا ناقص 12 اي زائد 13 تساوي. عندنا أولا، لاحظوا جيدا أبنائي، عندنا هذا مع هذا ذهب، وعندنا كذلك هذا مع هذا كم؟ 17، وهذا مع هذا ناقص 17 يساوي الصفر. إذا ماذا نقول؟ نقول أنه هذا اللي هو ناقص 2 ناقص 3 اي حلا للمعادلة. ما هي المعادلة؟ أ بأبسط طريقة ممكنة فقط. الآن بعد ما أثبتنا أنه جذر للمعادلة، نأتي قال ثم جد الحل الآخر. لإيجاد الحل الآخر هنا يوجد عندنا عدة طرق. يمكن أولا أن نقوم أبنائي إما بالقسمة الإقليدية أو بالمطابقة أو بحساب دالتا. كذلك يمكن أن نقول هكذا، دالتا بأبسط طريقة، دالتا يساوي لنا ماذا؟ 4، لأنها معادلة من الدرجة الثانية. 4 اللي هو، عفوا، نقول دالتا يساوي لنا بي مربع ناقص 4 في أ في سي، يصبح البي كم؟ هو 16 ناقص ماذا؟ ناقص 4 في الأ اللي هو 1 في السي اللي هو 13، يصبح كم أبنائي؟ يصبح 16 ناقص هذه اللي هي كم؟ لاحظوا اللي هي 52 تساوي كم؟ تصبح تساوي ناقص ماذا؟ 36. لماذا؟ لأن لو نضيف هذا إلى هذا كم تعطينا؟ تعطينا 52. إذا نقول دالتا يساوي قلنا ناقص 36. لما كنا في الأعداد الحقيقية كنا نقول لا يوجد حل، لكن في الأعداد المركبة هذه الناقص عوضناها بإي مربع. إذا ماذا تصبح؟ تصبح لنا تساوي 36 اي مربع. تعالوا نضع الجذر هكذا، تصبح لنا كم؟ هذه لما نضع هذا يخرج ب 6 وهذا يخرج ب اي، تصبح 6 اي. ها هو جذر دالتا. اذا يمكن ان نحل المعادلات. اذا يصبح لنا زاد 1 يساوي لنا ناقص ب اللي هو كم؟ ناقص، ركزوا، ناقص ب اللي هو ناقص 4 ناقص جذر دالتا اللي هو 6 اي على 2 في أ، يختزل هذا مع هذا مع هذا، تصبح كم أبنائي؟ تصبح لنا ناقص 3، عفوا، ناقص 2 ناقص 3 إي. العدد الآخر يأتي اللي هو مرافقه فقط، ركزوا، تصبح لنا زائد 2 يساوي ناقص 2 زائد 3 إي، لأن هنا نقول زائد دالتا فقط. ها هما الحلان بهذه البساطة. إذا ها هو الحل الثاني يا أبنائي فقط. الآن بعد ما أكملنا مع هذا الجزء، نأتي إلى الجزء الآخر. قال
و ب النقطتان من المستوي المركب لاحقتهما أعطيت كما مذكورة. اس التشابه المباشر الذي مركزه ننتبه لما ذكر كلمة مركز مباشرة بدون أن نكمل يعني، فنقول العبارة المختصرة اللي هي زاد فتحة ناقص زاد أوميجا تساوي، ركزوا، ك في أسية إي في تيتا في زاد ناقص زاد أوميجا. هذه هي العبارة المختصرة لأي تحويل لما يذكر بمركزه. قلت لما يذكر بماذا؟ بمركزه. لاحظوا جيدا، قال أس التشابه المباشر الذي مركزه أ، إذن هنا نذكر كلمة أ وهنا الأ. ركزوا، نسبته ماذا؟ لاحظوا نسبته كم أبنائي؟ ركزوا هاي أمامكم اللي هي نصف، معناه هنا نضع نصف، وزاويته ب على 2. والذي يحول كل من ماذا؟ يحول لنا آم، هاي آم، إلى آم فتحة. السؤال قال بين أن عبارة هذا التحويل هي هذه القيمة التي تلاحظونها، معناها نثبت على هذه، كأنما الانتقال من هذه الكتابة إلى هذه الكتابة. تعالوا نجرب، تصبح لنا زاد فتحة يساوي، ننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح لنا 1/2، نحول هذا إلى الشكل المثلثي في كوس بي على 2، ركزوا، زائد اي في سينوس بي على 2 في ماذا؟ في زاد ناقص ماذا؟ الزاد ا اللي هو كم؟ ها هو زاد ا اللي هو ناقص، تصبح ناقص ناقص، تصبح لنا زائد 2 زائد 3 اي. لاحظوا جيدا، وننقل قلنا هذا الى هذا الطرف، تصبح لنا زائد زاد ا اللي هو ناقص 2 ناقص 3 اي. لم أفعل شيء أبنائي، إنما قمت بعمل تعويض فقط، لم أفعل شيء. تصبح زاد فتحة تساوي كوس البي على 2 مشهورة بصفر، والسينوس مشهورة اللي هي 1، معناها تصبح لنا 1 في إي، يعني هنا بالداخل نجد إلا إي فقط، أما هذا ذهب إلى الصفر. تصبح كم؟ هذا في إي، لأن سينوس بي على 2 قلنا 1، ماذا تصبح؟ تصبح لنا 1/2 في اي. لاحظوا جيدا، في زاد زائد 2 ناقص زائد 3 اي ناقص 2 ناقص 3 اي. نكمل النشر لنجد، هل نجد يعني يجب ان نجد تلك العباره، سوف نجدها ان شاء الله. يصبح لنا زاد فتحه يساوي، ننشر هذا في هذا، يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا 1/2 اي في زاد. تابعوا جيدا، يعني الأمور جد بسيطة، هكذا إي في زاد، ثم هذا في هذا، كم؟ زائد 1/2 في 2. هنا لن ننسى كلمة الإي، لاحظوا جيدا، ركزوا أبنائي، هكذا إي ثم هذا في هذا، تصبح ماذا؟ تصبح لنا ناقص 3/2. لماذا؟ لأن هذا في هذا يعطينا إي مربع، والإي مربع هو ناقص 1، ناقص 2 ناقص 3 إي. يصبح زاد فتحة يساوي لنا 1/2 إي في زاد، وهذا مع هذا قد ذهب، ماذا بقي؟ ركزوا، بقي لنا زائد إي، لاحظوا، ناقص 3/2، لاحظوا أبنائي، قلت ناقص 3/2 ناقص 2 ناقص 3 إي، هكذا. نكمل، لاحظوا جيدا، هيا بدأت تظهر، تصبح لنا زاد فتحة يساوي لنا 2 عفوا 1/2 إي في زاد، ثم عندنا هذا مع هذا كم؟ يعطي لنا ناقص 2 إي، وعندنا هنا نوحد المقام اللي هو 2 وهنا 4، أصبح لنا ناقص 7/2. ها هي، هل هي معناها؟ ركزوا هنا، أعطت لنا الناقص، قلنا 2 إي، هل هذه القيمة
التي توصلنا إليها هي نفسها القيمة التي طلبت، سوف نلاحظ بأم أعيننا إنها نفسها. لاحظوا جيدا أبنائي، سوف نقوم هنا أمامكم بعملية المحي وتلاحظون هل هي تلك القيمة أم لا. إنها تلك القيمة، ها هي يا أبنائي، لاحظوا بأبسط طريقة ممكنة. الآن نعم، وهو هذا صح، نعم إنه تشابه، نسبته هي هذه القيمة اللي هي طاولة هذا العدد، وزاويته بما أنه تخيلي صرف هذا العدد اللي هو 1 على 2 إي، فإن زاويته تكون بي على 2 بهذه البساطة المطلقة. ثم جاء السؤال الذي بعده، قال أحسب زاد سي لاحقة سي علما أن سي هي صورة بي. لاحظوا جيدا إلى كلمة صورة بي، لما نقول سي صورة، الصورة تأتيكم هنا وبي هنا فقط، إلا أنه ما علينا إلا إتيان بماذا؟ بإحداثيات النقطة بي. هي النقطة بي لاحقتها يا أبنائي، ركزوا، ها هي النقطة بي، معناه سوف نعوض هذه القيمة في هذا الموضع، تصبح لنا ماذا أبنائي؟ تصبح لنا زاد سي، لاحظوا زاد سي يساوي 1 على 2 إي في إي ناقص 7 على 2 ناقص 2 إي. يصبح لنا زاد سي يساوي هذا في هذا يعطينا إي مربع، الإي مربع هو ناقص، معناها يصبح لنا ناقص 1 على 2 ناقص 7 على 2 ناقص 2 إي. يصبح لنا زاد سي يساوي هذا مع هذا كم أبنائي؟ تصبح لنا ناقص، ركزوا بأبسط طريقة، تصبح لنا ناقص 8 ناقص 8 على 2 كم اللي هي، ندقق اللي هي ناقص 4، تصبح لنا ناقص 4 ناقص 2 إي. هذه هي بأبسط طريقة اللي هي صورة هذه السي اللي هي صورة البي بالتحويل اس بأبسط طريقة ممكنة. الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا الشيء سوف نأتي إلى الشيء الآخر، نتابع جيدا أبنائي. قال لتكن النقطة دي حيث أعطيت لنا علاقة شعاعية، لاحظوا ها هي العلاقة الشعاعية التي أعطيت لنا. قال بين أن دي هي مرجح نقطتين A و B المرفقين بمعاملين حقيقيين يطلب تعيينهما. لاحظوا جيدا أبنائي، يعني سؤال ماذا تقول القاعدة؟ ركزوا أرجوكم، ما رأيكم أن ندخل النقطة دي في هذا الموضع فقط؟ تعالوا ندخله ونطبق علاقة شارل، ماذا تصبح؟ تصبح 2 A D زائد A D زائد ماذا؟ زائد D B يساوي الشعاع المعدوم. نحن عندنا قاعدة قلنا أنه جملة تقبل المرجح ما معناها؟ معناها ألفا، هكذا تقول، نقول ألفا دي أ زائد بيتا دي بي يساوي الشعاع المعدوم، حيث ألفا زائد بيتا لا يساوي الصفر. هذه قاعدة راهي موجودة على قناة اللي هو الدرس المرجح في الهندسة الفضائية وفي الهندسة المستوية، يعني موجود، نتابع جيدا هنا أبنائي. معناه ندقق، آدي وآدي كم؟ 2 آدي زائد آدي يصبح لنا 3 آدي زائد دي بي يساوي الشعاع المعدوم، لكن نحن نرتب دي أ، إذا نقلب هذا الشعاع ونغير الإشارة ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص دي أ، عفوا ناقص 3 دي أ، معذرة، إذا ناقص 3 دي أ زائد دي بي شعاعيا هكذا يساوي الشعاع المعدوم. إذا لاحظوا الآن أبنائي، ها هي أمامكم الألفا وها هي أمامكم البيتا، لاحظوا ها هي قد ظهرت، ناقص 3 زائد 1
يساوي ناقص 2 ولا يساوي الصفر. إذن المعاملات ما هي أبنائي؟ لاحظوا بأم أعينكم، ألفا تساوي ناقص 3 والبيتا تساوي لنا كم؟ تساوي لنا 1. بهذه البساطة لاحظتم، يعني أدخلت علاقة شال وطبقت قاعدة مرجح نقطتان. مرجح نقطتان دائما تقول هذه هي القاعدة هكذا. ثم بعدها قال أحسب زاد دي لاحقة النقطة دي. إذن حساب زاد دي، تقول زاد دي بما أنه مرجح تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص ناقص 3 زاد أ زائد زاد بي على مجموع المعاملات اللي هو ناقص 2. تصبح زاد دي يساوي ناقص 3 في زاد أ اللي هو ناقص 2 ناقص 3 إي هكذا. إذا هنا أبنائي إذا زائد قلنا زاد بي، ها هو زاد بي اللي هو زائد إي على ماذا؟ على ناقص 2. نكمل الحساب، تصبح هذا مع هذا تصبح لنا 6، وهذا مع هذا تصبح لنا زائد ماذا؟ زائد 9 إي، لاحظوا جيدا، زائد وإي على ناقص 2 تصبح كم؟ تصبح لنا ناقص 3 لأن اختزلت، ناقص لاحظوا ناقص 5 إي. لماذا؟ لأن هذا مع هذا وهذه، لاحظوا هذه هنا كم تصبح؟ تصبح لنا 10 إي. إذن مع تلك الناقص هذه تصبح هذا، هذه هي زاد دي بأبسط طريقة ممكنة فقط. الآن نكمل أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعده، تابعوا. إذا قلنا أن هذه هي إحداثيات النقطة دي، نأتي الآن قال بين أن زاد دي ناقص زاد أ على زاد سي ناقص زاد أ تساوي إي. ما علينا الآن إلا التعويض فقط. إذا بالتعويض سوف نجد هذه النتيجة إن شاء الله. إذا تصبح تساوي لنا، لاحظوا زاد دي ها هي اللي هي ناقص 3 ناقص 5 إي، ناقص زاد أ ها هي زاد أ لما ننقصها تصبح لنا زائد 2 زائد 3 إي على زاد سي اللي هي ها هي ناقص 4 ناقص 2 إي ناقص زاد أ اللي هي تصبح لنا زائد 2 زائد 3 إي، تصبح تساوي هكذا أبنائي. إذن عندنا هذا مع هذا كم يصبح؟ يصبح لنا ناقص 1، وهذا مع هذا كم يصبح يا أبنائي؟ يصبح لنا ناقص ناقص 2 إي. وفي المقام عندنا هذا مع هذا يصبح لنا ناقص 2، وهذا مع هذا يصبح لنا زائد إي. تصبح نفكر الآن مباشرة في المرافق اللي هو ناقص 2 ناقص إي هكذا، وفي البسط يصبح لنا ناقص 2 ناقص إي. لم أفعل شيء إنما ضربت في المرافق. في المقام مباشرة تعطيكم هذا مربع اللي هو 4 زائد العدد المضروب في الإي مربع اللي هو الواحد، ما تعطي لكم 5. أما في البسط نقول هذا في هذا يصبح لنا 2، ثم هذا في هذا ماذا يعطي لنا؟ زائد إي، ثم هذا في هذا يعطي لنا زائد 4 إي، لأن 2 في 2 4 ناقص ناقص به زائد، وعندنا تصبح لنا كذلك لي زائد 2 إي مربع، لأن هنا تعطيكم هذا في الناقص في الناقص يعطيكم زائد، والإي مربع تصبح ناقص، تصبح لنا ناقص 2، تصبح لنا ناقص 2. عندنا ماذا ينتج؟ ينتج أن هذا ذهب مع هذا تصبح لنا 5 إي على 5، أختزل هذا مع هذا يعطي لكم إي فقط. إذن هذه النسبة يا أبنائي كم ظهرت؟ ظهرت كما طلب منا أن وجدناها تساوي إي. ثم قال استنتج طبيعة المثلث أ سي دي. أ سي دي، إذن استنتاج طبيعة المثلث ما هو أ سي دي؟ يا أبنائي الأمر جد بسيط، من هو الذي هو هذا؟ إذن وجدنا الطاولة هنا كم تصبح؟ ركزوا، طاولة هذا العدد تصبح تساوي 1، ما معناها؟ لاحظوا جيدا، معناه الشيء الذي نستنتجه، نستنتج هو هذا الشيء، أن زاد دي ناقص زاد أ على ماذا؟ على زاد سي ناقص زاد أ طاولة،
تساوي واحد. نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين، هذا في هذا يساوي هذا في ذا، أي أن زاد دي ناقص زاد أ طاولة تساوي لنا زاد سي ناقص زاد أ. وهذا ماذا يفسر بيانين؟ أن الطول أ دي يساوي لنا ماذا؟ الطول أ سي. إذن هذه القاعدة ماذا تعطينا؟ أنه متساوي الساقين. هذه القاعدة الأولى اللي هي قاعدة الطاولة. الآن أرج هذه النسبة، أرج هذه النسبة كم تساوي أبنائي؟ تساوي لنا أرج النقطة هذه اللي هي إي، وأرج الإي بما أنه عدد تخيلي صرف موجب هو بي على اثنان، لأن الأعداد التخيلية الصرفة، الصرفة معنا نقول حتى لو قلنا مثلا 2015 إي، إذا كان موجب لارج بي على اثنان، إذا كان سالب ناقص بي على اثنان. هذا بي على اثنان لأنه قيمة موجبة. ما هو التفسير البياني لهذه الكلمة؟ التفسير البياني لأرج أرج هذه النسبة هو ما معناه؟ معناه أن هي الزاوية المحصورة ما بين أ سي اللي هو هذا الشعاع هذا والشعاع أ دي الزاوية الموجهة، كانت تساوي بي على اثنان. يعني كأنما هكذا وها، لكن وهكذا إذا قال هنا أ أ سي و أ دي يصبح هذه كم 90 درجة. إذا ما طبيعة هذا المثلث بهذا؟ إذا والمثلث كيف هو؟ قائم في النقطة التي ذكرت ماذا مرتين اللي هو أ. إذا متساوي الساقين وقائم. إذا ومنه نقول ومنه المثلث أ سي دي قائم ومتساوي الساقين فقط. أمرها جد بسيط. يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كانت ناقص إي كذلك يكون قائم ومتساوي الساقين. يقول أحدكم يا أستاذ إذا كانت تساوي لنا اثنان إي، لا هنا يصبح قائم فقط لأن الطاولة تختلف عن واحد. بهذه البساطة المطلقة أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجو من أبنائي وبناتي لأن هذه الأيام متعب جدا جدا، نرجو منكم أن تدعو لنا بالصحة والعافية كي نكمل المسير. وزوروا صفحة لي وصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.